أنا رين بدران فاشن ديزاينر وفتحت هذا المحل من شي سنة تقريبا. عاملة فاشن شو قبل على كمان على الطريق ذات الكونسبت تقريبا كان بس كان شوي عم يحكي عن العذاب الأرمني مش المجزرة الأرمنية كمان عملناه على الطريق وكمان كان في عالم كتير وبلا بلا بلا هول القصص فهلا عم برجع عيد ذات الخبرية كمان على الطريق وعم جرب هيك تكون قدام المحل كرمال تبين انه الطريق محل متواضع ومحل حقيقي تيفرج العالم انه حتى بالأزياء او بحيالله فن شو ما كان نوعه فينا نوصله بحيالله طريقة كانت. وين تعلمت الفاشن ديزاينر؟ بلشت بأسمود وهلا عم كمل بالايو اس تي وان الله راد بعد في الماستر برا. يعني تقريبا انت استوحيتي افكارك من المجازر الارمنيه هيدي بال 2013 ايه هلا اجمالا ما في عندي شيء معين استوحي منه بالنسبه لإلي كل شيء بخليني استوحي. ستيلك انت رين جون ولا ستيل سرعه لانه شفت مطويات عندك طريق ستريت يعني اول مره بشوف حدا فاشن ديزاينر عنده ستايل فانكي. ايه هو شوي الستيل غريب يعني بس انه بلشت الفكره بانه انا بحب المراه الجريئه المراه اللي عندها ثقه بحالها والمراه القويه اللي ما بهمها اذا حدا طلع فيها بالغلط او مش بالغلط بهمها انه هي تكون ماشيه لابسه ثياب شوي جريئين وبيعطوها شوي ثقه بالنفس فمشان هيك قررت انه اكسر الكلاسيك بالشوي الروك ستايل ايه اذا بدك فلهالسبب فيها المطويات ولهالسبب جربت هيك اخلط الكولكشن تاكسر شوي الكلاسيك لانه دائما العالم بتفكر انه بس لازم نلبس كلاسيك عنا اوكيجن عنا انه لا فينا نلبس كتير قصص غير. الله يوفقك رين بعرف انه اليوم العرض تبعك رح يكون كتير ناجح وانا واثق منه وشو بتحبي تقولي لمسايا تي في بتنهي اخر كلمه لإلي؟ اول شيء بدي اشكركم كثير وثانك يو عن جد لكل شيء لوقتكم لوقفتكم معي ولدعمكم اكيد وبتمنى لكم التوفيق مثل ما بتمنى لحالي.